كلام كتير جدا في اطار من امبارح بعد نهايه المباراه لغايه اللحظه اللي انا بكلم حضراتكم فيها دي. تخش على الفيسبوك او على اي حاجه من مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، تلاقي ايه؟ كل واحد حاطط رايه في الثلاثه اللي من الممكن جدا ان ينضموا لمنتخب مصر خلال المنتخب الوطني الاولمبي في اولمبياد لندن، في اولمبياد طوكيو القادمه. معلش احنا واخدين على اولمبياد لندن لان احنا في 2012 صعدنا لاولمبياد لندن. فكل الناس بتكتب وعماله تتكلم في الثلاث لاعبين اللي هيبقوا موجودين مع المنتخب الاولمبي خلال الفتره القادمه. طيب هو حضراتكم ليه ناسين ان احنا عندنا 23 بطل او 20 بطل موجودين قدروا يعملوا هذا الانجاز الرائع مع فرق كبيره جدا؟ بالمناسبه انت بتلعب مع منتخب غانا، مش بتلعب مع منتخب حلقحوش، انت بتلعب مع منتخب غانا، انت بتلعب مع منتخب الكاميرون، انت بتلعب مع منتخب مالي، انت بتلعب مع منتخب جنوب افريقيا، وقدرت تتفوق على هذه المنتخبات. وانا متاكد ان الكابتن شوقي هيحط خطه خلال الفتره القادمه وهيساعدوا فيها اللجنه الخماسيه التي تدير الاتحاد، وهيساعدوا فيها الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، ان هو يدي كل التاهيل الكويس خلال السنه اللي جايه علشان يروح المنتخب الاولمبي الى اولمبياد طوكيو يقدر يجيب لنا ميداليه من هناك. فالحقيقه يعني انتوا نسيتوا الناس، انتوا نسيتوا فرحه اللعيبه، فرحه اللعيبه دي عايزه تفرح. يعني انا امبارح بقول لصلاح هتفكروا ازاي في ماتش صلاح محسن لما كنا على الهواء مباشره مع حضراتكم وكان معانا في على التليفون، بقول له هتفكروا ازاي؟ قال لي يا كابتن عايزين نفرح بس الاول وبعد كده نفكر يوم الجمعه. عنده حق، عنده حق الحقيقه. لازم نفرح، لازم نتبسط، الشعب ده لازم يفرح ولازم يتبسط، لانه اي حاجه بتتعمل او اي انجاز بيتعمل بيتعمل عشان خاطر الشعب المصري. اي انجاز في كره القدم بيتعمل كل اللاعبين. اسال اللاعبين، اسال اللعيبه، اسال الكابتن شوقي غريب، اسال الجهاز الفني، اسال الجهاز الاداري، اسال اللجنه الخماسيه، اسال الدكتور اشرف صبحي، هيقول لك عشان خاطر الجمهور المصري. اللي حصل امبارح سيناريو مباراه امبارح، عندنا فرقه كويسه، عندنا فرقه جيده، كابتن شوقي قدر يقفل بتكتيك كويس ويلعب على الهجمات اللي هو عايز يلعب بيها، وقدر يعمل مباراه لغايه لما ضربه الجزاء اللي جت ودخلت جون. فبالتالي انا امبارح يا جماعه بمناسبه ضربه الجزاء، الناس كاتبه ان انا بقول يعني ان هي ضربه جزاء، انا كنت شايفها ضربه جزاء. على فكره انا بقول رايي انا، ولا هو انا لو قلت ان هي مش ضربه جزاء ايه اللي هيحصل يعني؟ هل انا ممكن يعني ايه اللي يحصل؟ كابتن شوقي غريب هيجي يضربني بالقلم مثلا؟ انا كنت شايف ان هي ضربه جزاء، لانه وجهه نظري ان مش وجهه نظري ده الصحيح، ان ال 18 خط ال 18 جزء من ال 18، يعني لو ايد اللاعب على خط ال 18 بتحسب ضربه جزاء. وبالتالي للاسف انا ما عنديش الحقوق عشان اقدر ازيحها، ولكن انا كنت شايف الكره ضربه الجزاء امبارح، انا كنت شايفها ضربه جزاء. وجهه نظر بالمناسبه ولا فيها اي شيء من ال التطبيل. هطبل ليه؟ ما انا اقول ان هي مش ضربه جزاء لو انا شايفها مش ضربه جزاء. اتحدى ان حد من المجموعه اللي موجوده، مش هنا مش في قناه الاهلي، انا بتكلم في الناس كلها، شافها بالانجل او بالزاويه الصحيحه. ما جاتش الزاويه الصحيحه اللي هي زاويه خط ال 18، ما جاتش ولا مره. ما جاتش ولا مره. كلها يا اما جايه من ظهر اللاعب يا اما جايه من جنب اللاعب، مش باينه ايده على الخط، فوق الخط يعني ولا بعيده عن الخط. في ناس شايفاها ان هي بعيده عن الخط، انا شايفها قريبه من الخط، انا شايفها على الخط حتى لو بصباعين ثلاثه، يعني لو حتى لمس كده. فانا شايفها ضربه جزاء، فهقول ان هي ضربه جزاء، مش حاجه هتعبني يعني. وبعدين حتى لو بطبل لبلدي، ما انا بطبل لبلدي، ايه المشكله يعني؟ ده بلدي، هطبل لمين تاني يعني؟ على الرغم من ده ما حصلش. انا لما كنت بقول امبارح كنت بقول انا وجهه نظري ان هي ضربه جزاء، شايفها ضربه جزاء فقلت ان هي ضربه جزاء. اختلف معايا فلان وفلان وفلان، هم حرين، هي وجهات نظر، مش لازم بقى نقعد نقول اصله كذا واصله كذا واصله كذا. عموما انا ما بلتفتش للحاجات دي، ولكن انا دايما بحاول مع جمهور النادي الاهلي ان انا اشرح وجهات النظر المختلفه.